نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعبد به لله. القرآن كلام الله، لا يستخدم أداة تنبيه. القرآن نتلوه أثناء الليل وأطراف النهار نتقرب به إلى الله، مش إن أنا أستخدمه كنغمة. لا، تعرف ده مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى في مصر أصدروا فتوى إن لا يجوز استخدام القرآن كنغمة موسيقية في المحمول، لأن القرآن أعظم من ذلك. الفتوى لها تفاصيل، يقول لك يعني إزاي أنت عامل نغمة قرآن يشتغل وأنت داخل في الحمام النغمة اشتغلت؟ ينفع القرآن يشتغل في أماكن النجاسات؟ القرآن يقرأ في الحمامات؟ ده ما فيهوش تنزيه للقرآن، ولذلك قالوا ما ينفعش يبقى نغمة. القرآن لا يستخدم بمعنى فاحش، ان انت لما تكون مشغل القرآن كنغمة كل همك انك لما حد يرن تفتح عليه. انت عادة سمعت او ما سمعتش، اول ما بتسمع الرنة بتفتح، تلاقي واحد مثلا سورة الأنفال شغالة، ويسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، انت بقى بتفتح، تفتح على ايه؟ يسألونك عن الأنف، رحت فاتح بتلقائية، بقت معنى الآية كده واضح. ده انت بوظت المعنى. الأنف، يسألونك عن الأنف وأطعت الأنفال، يبقى انت هنا غيرت كلام الله عز وجل. يبقى انت لما تيجي تستخدم نغمة تحسن استخدام النغمة، تختار نغمة فيها دعاء، فيها شعر، فيها كلام مباح، لكن ابعد عن الأغاني وابعد عن القرآن في استخدامهم كأداة تنبيه أو نغمة.